نتغدى في مطعم متأكد بإذن الله أنه راح يعجبكم، مطعم شيف السرايا، مشويات، معجنات، يتميزون بلحم الخروف. وفي خصم خاص نهاية التغطية بذكره إن شاء الله، خلكم معي نكتشف شيف السرايا. مطعم شيف السرايا عندهم أفراد وعندهم عائلات، هذا قسم العائلات، ويتميزون أن عندهم بارتشن للجلسات كلها. هذا اللذيذ المشهي، هذا فخذ خروف، يجيكم مع الرز، يجيكم ساندويتش، يجيكم اسكندر. راح نشوف احد الطرق الحين، راح نشوف بعض الاصناف اللي عندهم اللي يسوونها في الفرن. هذا طاجن كبده، في الاشياء اللي هناك بعد. اما الطبق هذا دجاج بالملح، طبعا داخله في دجاجه محشيه رز. اما هذا جره فخار باللحم مع خضروات وصلصل على الطريقه التركيه بعد. دجاج على الفحم، شيف السرايا طبعا قلت لكم متخصصين في المشويات بعد، وهذا الريش في شيش طاووق واوصال. يلا حي متابعين سناب الشرقيه، يا هلا ومسهلا فيكم. الحين بس نذوق الشوربه اللي انتج الاصناف، ونعطيكم خصم 20% تستاهلون. وهذا طاجن شيف السرايا لحم مع جبن، يجي بالطريقه هذه. طلع النار يا معلم. طاجن شيف السرايا، هذا اللحم مع الجبن، يفتحون خبزه بالطريقه هذه. نشوف وش اللي داخل يا معلمنا. بسم الله، هذا لحم مع المزرلة صح؟ مع الجبنة. اوكي، هذا دجاج يجي مع مزرلة. هذا التمغط الزين، روح. اما فخذ الخروف اللي قبل شوي المشوي على الفحم، طلبناه مع الرز، يجي بالطريقه هذه. هذه نص حبه على الفحم مع الرز، هذه ب 15 ريال فقط، عليها عرض الان. او صح نسيت الخصم 20%، كبشر سناب الجايه. وهذا لحم خروف اسكندر، هذا بدون رز، يجي مع زبادي والخبز والصلصه. وهذا طاجن الكبده، طبعا شيف السرايا يعتمدون طرق الطبخ التركيه، تشوف عشان كذا تشوفون كل طبخهم على الطريقه التركيه. هذه كبده بالطريقه هذه. ارفع الخبز يا نصرت. الله اكبر. هذا اللي عليه الكلام، هذا الدجاج ولحم صح؟ اي نعم. هذا الدجاج محشي رز، وهذه اللحم بالخضروات. الله اكبر، الله شعللها يا معلمنا. بس كفي كفي كذا. هذه جرة فخار لحم بالخضروات بالطريقة هذه. الحين ورنا الدجاجة، ورنا الرز بعد اللي داخل، ما شاء الله تبارك الله. دجاجهم بلدي يا جماعة الخير، ولحمهم نعيمي بعد. هذه الدجاجة بعد ما طلعت من الطاجن، أبغى أشوف الرز اللي داخل. إي ورنيه. يا سلام عليك، يا سلام عليك. هذه بلا عائلة كاملة تجي قسم العوائل هنا وتمسحها مسح، عليكم بالعافية. خلنا نشوف الأصناف اللي طلبناها، هذه ما شاء الله تبارك الله أصناف شيف السرايا. طبعا كل أصناف شرحتها لكم، لكن اللي ما ذكرناه اللي هو صفيحة اللحم هذه
عندنا هنا الكباب شيش طاووق، في عندهم المقبلات مشكلة، في كذا نوع من السلطات. هذه شو اسمها يا شيف أحمد؟ كورتاغي خضار مع المكسرات. هذا عيون الجمل اللي فوق صح؟ أيوة. إن شاء الله. لحم الخروف والرز. هذا طاجن دجاج بالملح. هذا لحم الخروف اللي يجي بالزبادي والخبز، صراحة الأكل عندهم بطل، يعني يستحق إن الواحد يجي يجربه سواء خياه ولا مع هلا. اللحم بالخضروات والجبن. وكذا انتهيت من تغطية مطعم شيف السرايا، كانت تجربة ممتعة جدا. هو موقعهم هنا في لينا بارك بالضبط خلف ويست افنيو. يعطيكم العافية على حسن المتابعة. هذا شارع عمر الخطاب، ونشوفكم على خير. بحط تخصم مرة ثانية والانستغرام.